السلام عليكم، سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم. نزول ولا نزول؟ إذا خاوتي اليوم راح ندير معاكم إذا عن القرار الهام اللي جا من عند بالماضي. اليوم كي نقول من عند بالماضي يعني ماشي من عند واحد آخر، جا من عند بالماضي، والحمد لله أنه قرر أنه يكمل المهمة نتاعو على رأس المنتخب الوطني الجزائري. طبعا اللي قاعدين يتبعوا فيها يقولوا لي عماد هذاك النهار قلت له روح كيفاش درك تقول الحمد لله انه قعد؟ لا شوف، عندما تمد قدر تعرف قدر انسان عنده الخبره وعنده الكفاءه اللازمه، فتغيضك انه قاعد يعمل في عمل جبار ويجي ناس يعني، وشي اللي قاعد يخسر به عن طريق يعني امور خارجيه خارجه على كره القدم. يعني الشيء اللي خسر به الخساره تاع عدم التاهل للمونديال هي خساره خارجه عن النطاق الرياضي، خارجه عن النطاق الكروي، خارجه عن النطاق التقني ولا تاع الكفاءه او غيره من الامور اللي تلم او تخليك فعلا تجيب الحاجه هذيك، يعني خارج عن النطاق اللي لازم يكون. الخساره نتاعنا كانت خساره داخليه، خساره عدم التسيير جيد، خساره لاننا بكل بساطه فقدنا السيطره على كل شيء، خاصه على المناصب العليا في البلاد. اصبحوا ما عندناش سياده، اصبحت ما عندناش سياده في القرارات نتاعنا. اذا راح نعقب على قداش حاجه قالها جمال بالماضي في الـ في الـ في الخرجه الاعلاميه نتاعو هذه الاخرى، وباش تفهموا برك الخطر منين قاعد يجي. والان هو بدا يعرف، مش بدا يعرف، انا متاكد انه عارف، لكن احيانا النتائج الايجابيه تخليك تكون لبيب، تخليك تكون لبيب من اي ناحيه، تقول خليني نبقى ساكت خير مادام راني قاعد الخدمه نتاعي قاعده تجي في الثمار نتاعها، خليني نبقى ساكت. لكن كي تشوف باللي الكارثه وصلت لهذه الدرجه فلازمك تخرج. وعلاش حنايا حذرنا؟ كنا نحذروا، كاينه ناس تجي تقول لك انت يا راك بيسيميست. سبحان الله، بورتو انا هو اللي كنت 3 سنين نحارب في العصابه تاع حداد والسعيد وزطشي وماجور، انا هو اللي كنت نحارب فيها، ما كنتوش توما، ما كان حتى واحد تما. يعني كي نقول لك انا يا وكلا قليله، والجماهير الجزائريه العريضه اللي كانت تدخل الملاعب وتتبع المنتخب الوطني وفهمت باللي لازم يسقط هذا الاوباش. كي نحينا الاوباش دافعنا على القدوم ناخب وطني جزائري، لازم يكون جزائري ماشي اجنبي، وخدمنا كثير على بالماضي في المرتبه الاولى وماضوي في المرتبه الثانيه، وخدمنا ثاني انه على لا يكونوا مع بعضهم، وبوقره وغيره، رغم انه بوقره كان يعني كان اختيار اننا نبداو ندخلوه من دركا في الفئات الصغرى، وهذاك هو اللي حصل عن طريق بالماضي. اذا رغم انه بالماضي كان في المنصب تاعو كان ساكت، كان لبيب، كان يخدم في خدمته، رغم انه كوشتو الخرجات نتاعو، لكن على باله بالمحيط نتاعو، على باله شكون اللي قاعد يفسد، وعلى باله كيفاش قاعده تمشي الدنيا. لكن في ذلك الوقت كنا نحذرو حنايا، كنت انا يا رغم اني انتقلت الى الحرب السياسيه يعني ضد الاوباش الحقيقيين اللي مخليين الكوارث هادو، يعني السلطات العليا هما اللي حطوا هاد الناس اللي في المناصب الكبرى في الفيدراليات وفي الاتحاديات وفي المناصب العليا في الجزائر بكل بساطه. اذا حاربتهم انا، كنت نخرج نقول لكم ها وشكون. مؤخرا قبل بعد الكارثه تاع كاس افريقيا عندي ليا فيديو خرجت فيها، والفيديوهات تاعي تاع الرياضه درك باينين واضحين، تقريبا كل شهر ندير فيديو على الرياضه، على العصابه نتاع الرياض. اذا خرجت قلت لكم بكل بساطه، كون ما يمشيش بالعماره، كون ما يمشيش عبدي هذاك، كون ما يمشيش بهلول، وكون ما يمشيش لا لازمني نحوس لكم عليها باش الانسان برك شسمو الانسان لازمو هنايا راكو تشوفوا في الوحده دايرين به لي زانكومبيتون كيف سيحطمون المنتخب الجزائري، وما هو دور العملاء نتاع التوفيق. هذه عندها 3 اشهر، كنت تسمعوا استنى هل سيفوز جمال بالماضي سيخسر؟ هنايا راني قاعد نقول لكم 3 اشهر من قبل
هل سيفوز الله جمال بالماضي؟ سؤال اجيب عنه ونقع نقول لكم ها وقتاش ها وقتاش يتكاليفا وها وقتاش ما يتكاليفاش. والسنه كاينه اللي فيها بكل بساطه، قلت لكم فيها، جبت لكم حتى التصاور نتاعهم. يعني يا ربي اين انتم؟ او اين انتم؟ عمارة مدينة الكارثة، كنت تشوفوا فيها مدن عمارة مدينة الكارثة استحل على المنتخب اذا لعب في الكاميرون. هاي الفيديو عندها شهرين. كيف انه Lucidchart makes intelligent diagramming easy and helps your best ideas become real. او ماهوش جيعان كما اللي كان العالم يبعتوه، ما عرفش يبعتوه في مونريال. المهم بكل بساطة عندي شهرين كلمتكم بكل بساطة، قلت لكم كون يقعدوا هذا الربعة في الفيدرالية، المنتخب الوطني مش راح يتكاليف فقط، لكن يمكن جدا أنه تحصل كارثة حقيقية للجزائريين. وأنا نكذبش عليكم، أنا يكين قارن أنه الحمد لله أنه لعاب ما صرى له حاجة والمدرب ما صرى له حتى حاجة، وخاصة الجماهير اللي راحت لتم ما صرى له حتى حاجة نفرح. لكن كنت نحذركم من المحيط تاع الاتحاديه في التاهل، يعني في التاثير على النتائج المباشره على العمل اللي يعمل فيه بالماضي واللعابه نتاعو. ها وقلتها لكم ديما، قلت لهم وكاننا عندنا جوهره وعندنا جواهر باش نخدموا خاتم مليح، لازم نمدوه خاتم مليح، تكون هذه هي الحبه المليحه واللعابه نتاعو اللي دايرين به لازم نحطوه في يد صايغي مليح. صايغي هو رئيس الاتحاديه والفريق نتاعو. رئيس الاتحاديه والفريق نتاعو لازم دركا يتحط بقرار سيادي. لكن نتبعوا بعض لي سيكونس نتاع جمال، نخلينا نمشيهم ومن بعد نحكي عليهم بالوحده باش ما نضيعش الوقت. Jamais de la vie, on laissera deux trois personnes conspirer contre notre pays. On laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que j'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va quand on en Afrique, bon, souvent, c'est par ces traitements de faveur que l'on a. Aida, il a enlevé l'espoir de tout un peuple. Et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas que faut le truc. Mais Metrali, je vois. Aida Hagar. Aida plus que Hagar. Donc, ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. وإن شاء الله هذا الشعب الجزائري إن شاء الله يزيد يفرح ويزيد وإن شاء الله qu'on vit encore des moments comme ça de joie d'allégresse dans le futur. En tout cas nous on va faire le maximum, on va s'atteler à ça, staff technique, joueur. De toute manière c'est à Mana de plateau دو 3 يوتيوبر. اي زيدوا ركزوا على هذه، ان شاء الله نكملوا هذه السيانه بالصحه والهنا. جامي سي جون لا ا سو مونتري كليرمون با سو كاشي با ديرير هادو لي 6 7 كي فيان ريغاردي فو فيري دون لي بوش اي سون ان لي لا ان لي لا 3 4 بلاطو دو 3 يوتيوبر ان تو ان او دو تويتر با تويتر اي ديز لا ميم شوز زون غروب واتساب qui se transmettent que le fait du jour c'est ça. Au guerre, de là où ils sont faits, je ne sais pas qu'on les appelle ça, les mouches, moi je ne suis pas des nouvelles technologies, là. Les mouches qu'on envoie comme ça sur le net, je ne sais pas quoi, et ils balancent tous la même chose. Tout ce qui fait du mal au pays. Cela, c'est tout ce qui fait du mal. C'est cela qui amène la noirceur. C'est cela qui amène l'ambiguïté. C'est cela qui amène le bab dans le pays. On ne sait plus qui dit quoi, mais qui...
بيز انفور مال نت هادو لي زابيل حق لي زابيل فريمون tu peux ressentir j'ai pas peur des mots واحد اللي ما يحبش البلاد واحد اللي ما يحبش au fond de lui il y a un discours de l'Algérie le drapeau هذا الشعب الوياه ça tu l'entends mais dans les faits c'est tout le contraire هذا تقول هذا يحب كيما سمع je vous l'ai dit après la conférence de presse j'ai dit après la conférence de presse il y en a c'était l'Eid avant l'heure ils ont festoyé d'arco zara ils étaient heureux comme pas possible والله heureux comme pas possible leur épouse ce jour-là leur demandait n'importe quoi leur donnait ils étaient c'était un jour de fête pour eux c'était le là où tout le monde pleurait ils se reconnaissent et ils le savent au fond d'eux ils le savent Hada, par contre, un jour, il y a une ambiguïté sur les termes que j'avais employés. Il n'y a plus d'ambiguïté. Hada, Mounafek, 100%. Mounafek, il m'occupe pas pour toi, même. Voilà, lui qui vient, qui présente le drapeau de l'Algérie ou la drapeau d'Algérie, mais il n'y a rien d'Algérien en lui. Et il veut que nos trucs. Il y a sa poche, ses intérêts, nefsi. Ça, c'est clair et net. Et c'est quoi leur poche? C'est. Et alors, je répète pour cette histoire de président, pour que vous sachiez un peu le fonctionnement, c'est important, je vous. Kishfour. سمعوا من فضلكم هاد السيكونس اللي راح تجي سمعوها مليح درك نفهمكم فيها مليح لانه كاين بزاف اللي قاعدين يخرجوا دركا وستعاد المباراه وما تعادش المباراه بصح اللعبه اكبر من هكذايا بزاف شوفوا ماما جاينا بيرلاتو Jamel Belmadi, oui, là, c'est... Et alors, je répète pour cette histoire de président. Président. Le fonctionnement, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut au moment. J'ai rien à perdre là-dessus. Jamel Belmadi, oui, là, un truc sur le... Je suis en train de dire, au pouvoir public, au bureau fédéraux, pour tous ceux qui vont y aller. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, ne me demandez pas là-dedans. Ramenez le président de fédération que vous voulez. Moi, je ne travaille pas pour un président de fédération, je travaille pour... Ça va être mon supérieur hiérarchique. Ça va être avec lequel je vais devoir travailler. Moi, je travaille pour l'équipe nationale d'Algérie. Je travaille pour mon peuple, comme le président de fédération va venir travailler pour le peuple. Donc, je n'ai absolument pas à me mêler de tout ça. Qu'ils aillent faire leur truc, peu importe qu'ils amènent. C'est clair, il n'y a plus de trucs. Par contre, Hédou, qui veulent promouvoir quelqu'un, l'email ou hein, ce quelqu'un ne veut pas se mettre en avant par son programme. Par un engagement clair, je veux, moi, me présenter comme président de fédération, voilà mon programme, voilà pour moi, élisez-moi. Hada Bela qui veut, je ne sais pas, qui veut que peut-être le président de la République lui dire, écoute, tu vas être élu, donc vas-y maintenant, tu peux aller te présenter. Moi, Hada Mouracha, bien, arrête d'être derrière tes 6-7 personnages là qui veulent rouler le peuple dans la farine. Présente-toi et viens te faire élire avec ton programme et prends tes responsabilités. Et chacun me... نحبس هنايا ربما كون فهمتوك ثلاث نقاط اساسيه في وش قال لك كومون سا سفي استقبلوا قاسم هذاك كي جيت مروح يقول لك كي خرجنا من الايروبور لقيناه مروح من الجزائر وقاعد في صالون تشريفات قال لك مانيش قاعد نقول لازم نقتلوه والله قال لكم كومون سا سفي قال لك حنايا كي نروحوا لافريقيا على فكره لازم نحل قوسين هكا حنا كي قاعدين ننتقدوا واش صرا انا ماناش مصريين ماناش سفهاء فماناش فاجرين كي تصرا مشكله مع الكاميرونيين ونبداو لي زافريكا ولي نوار وكذا 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 قاعد يقول لك تحت السطور كيفاش ماناش موالفين انو لي زاربيتر يخرجوا في الصالون في اي بي تاع المطار وقاعد يشرب في قهوه قال لك سا سباس با فهمتوا دركا بلي كانت البيعه والشريا داخلين فيها المخابرات الارهابيه تاع الجزائر والله ما فهمتوش فهمتوا بلي الجناح تاع التوفيق كان مشارك بكميه كبيره بحاجه كبيره في تعيين قاسما وفي ضمان الراحه نتاعو باسكو هو على بالو لانه قاسما والله الكاف يعرفوا باللي الجزائريين ربما يكونوا مهابل كون يدير لهم لقطه كيما هكذا ما يروحش حتى في المطار بصح قاعد يقول لك جمال بالماضي كومون ساس في كليتي اليز السيد كان قاعد في الفي اي بي اسمه محروس بالك من الحرس الجمهوري سؤال يجب الاجابه عليه الامر الثاني قال لك 6-7
ثلاثة ربع بلاطوهات ها، قال لك وزوج ثلاثة يوتيوبرات، اكو تعرفوهم، اكو تعرفوهم زوج ثلاثة يوتيوبر، قال لك في الحق على واش قاعدين يضربوا، واش قاعدين يضربوا، كون صابوا ثم مداروا العرس باللي رانا ما تأهلناش والله ما ربحناش والله خسرنا. وهادي على فكرة قلت لكم في الأول، دوك تخرج تقول لي عماد هذاك النهار كنت تقول على ما يروحش، يروح نورمالمون يروح باش ما يخدمش مع هادو، ما تحكموش على حاجة أشو. أنا قلتها من باب بالماضي، مستخسر فيه انه يخدم مع داك مع واحد كيما عماره وكذا، مستخسر فيه مسكين انه يخدم مع هذا. عم بالي بلي صافاتيك، انا جربتها، اني نخدم مع ناس دي زين كومبيتون، ناس ما يفهموا والو، ناس ما يديروا والو، وانت كتتعب تغلب راسك، ومن بعد يتكيزيد يسبك، ومن بعد يتكيزيد يحط فيك الحوايج اللي ما مش فيك، يهضر لك في ظهرك، يغدرك. اني فاهمو على ديك، قلت له روح. بصح بالنسبه للناس اللي قاعدين دركا، عم بالك حنا عندنا بزاف جماعه الحراكيين تاع 22 فيفري، دوك اللي خرجوا داروا سيلفي في 22 فيفري، ولاو يهضروا على كلش بما فيها جمال بالماضي. واحد لقيتو كاتب مثلا جمال بالماضي تاني ولا كل وزراء تاع ورث العقليه تاع النظام انه ما يستقيلش بعد الفشل. يعني ما تتكلموش برك، انايا والله كي ما نعرفش حاجه خاوتي نسكت، والله احترم نفسي. في الرياضه، قانون لا ستابيليتي، سيرتو كي تعود عارف شكون اللي راه حاكمك، كي تعود قانون لا ستابيليتي وقانون الرياضه هو ربح وخساره، والخساره تاع البالون، الخساره تاع الرياضه والبالون قادره تكون قاسيه جدا. يعني كيما فرنسا اللي دات في 98 وكي راحت في 2002 خرجت من البرومي تور، كيما الالمان اللي داتها في دات في 2014 وفي 2018 كارثه. بصح كي روحوا من 2018 ما راحوش نحاو المدرب تاع المانيا، لانه مدين معاه اخويا، انه مدين معاه رابحين، وخدم معاهم تقريبا 16 سنه، وكان بدا معاهم شاب، واما موندوني قال لهم نروح خدم معاهم 16 سنه. يعني الاستقرار في كره القدم مهم جدا، خاصه كي يعود عندك واحد كيما جمال بالماضي كيما هكذايا، عنده شخصيه قويه. واش قاعد يقول هنايا؟ قاعد يقول 6 7 وثلاث ربع بلاطوهات، شكون اللي ما يعرفهمش؟ ما هضرناش عليهم، قال لك المنافقين، قال لك اللي يحوسوا على مصلحتهم، على لي زانتيري بيرسونيل تاعهم، وعلى زانتيري تاع الجيب تاعهم، ولي زانتيري تاع صحابهم. الهداف بقيادة بن شيخ بوحنيكا، ها شيخي، ها هادو عندك في البلاطوات تاع النهار كمال مهوي ولي سباير نتاعو، وعندك في الخبر، هو على بالي بلي عنده مشكلة مع رفيق واحد، يعني انا باش نهضر ما نعرفو ما يعرفني، نعرف لكن نعرفو يعرفني كيما نعرفوه هكذايا، نعرفو صحفي يعرفني باللي انفلونسر ولا فلوغر ولا كيما تحبوا سميوها، ولا يوتيوبر ولا سميوها كيما تحبوا. نعرفو باللي كومبيتون، وشنو هو عنده خرجات شويه امبريفيزيبل، يعني يخرج خرجات ساعات ما همش الاخر، وانا اظن انه يعمل في البز جورناليستيك، يعني خارف تعرف باش ديما يكون في الساحه، ويكون الكلمه نتاعو ديما راهو هنا راهو حاضر. هذه على ما اظن هكذايا، لكن يختلف كثير رفيق واحد على الجماعه اللي ذكرتهم من قبل، لانه الجماعه اللي ذكرتهم من قبل خاصه هذا الربعه بن شيخ شيخي بوحنيكه وش اسمه وكمال مهوي، هادو خاصه هادو، لكن هادو رؤوس الحربه، علاش رؤوس الحربه؟ هادو الاستفادات الماليه نتاعهم برك. والهداف كي نهز الهداف قناه النهار ما نهضر لكمش عليها، تما كي تشوف في قناه النهار واش تشوف فيها كامله، اعرف بلي الفرع الرياضي راهو هكذا، راهو يتباع ويتشرى، وكل واحد يخدم على مصلحته، ويخدموا فيها غير المرتزقان اللي مدايرتهم الديارات. لازم تعرفوا انه الهداف، رون نربطها لكم الساعه بالبريزيدون اللي يهضر عليه، لكن تولاتو واش قال بالماضي، قال لك قاعدين يدافعوا على بريزيدون محوس يتحط من الفوق. يا جمال اخويا ما عم بالكش باللي هكا تمشي في الجزائر،
باللي هو يتحط من الفوق يجي يحطوه. قال له وش قال له؟ كما قاعدين نقولوا احنا في الحراك، يا ولدي اعطينا برنامج سياسي وكذا وقدم روحك للسياسه، ماشي لازم يحطك الرئيس الجمهوريه، ماشي كيما البرلمانيين تاع 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 التوت وتاع الواحد. واش قال له؟ قال له دير برنامج كذا. واش قاعد يقول لهم؟ قاعد نناظر مع السلطات، نناظر مع واش اسمه، انا ما عندي حتى مشكل نخدم مع اي واحد، انا يتحط بطرق شرعيه. قال له قدم كي الناس رشح، في رايكم شكون هو هذايا؟ على بالكم على من يهضر؟ والله دخلت لكم شويه، حللتوا درستوا، حللت ودرست شكون هو الشخص على الحل، ما كانش ما يخرج لكم شا. اذا دوك نقول لكم انا شكون هو. طبعا كي تهز بن شيخ والهداف وشيخي والذباب نتاعهم تاع الهداف، وتهز كمال مهوي والذباب نتاعو تاع النهار، تعرب اللي ماهوش ما يهضرش على البريزيدون روراوا مثلا، تعرف اللي ما يهضرش على البريزيدون روراوا، لانه هادو كنت حط لهم روراوا في ما عرف واش، كنت حطه لهم في البقلاوه ما ياكلوهش. شكون في رايكم؟ شكون اللي لازم ديما هما اللي يجيو يحطوه وهو ما يدخلش وما يديرش؟ نعم، انه الوحيد والاوحد، رابح خاسر، رابح ماجر. علاش العلاقه؟ اذا لانه ماجر بكل بساطه عنده وعد، عنده وعد من سلطات معينة. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، نعم، من جانب عصابة التوفيق قاعدة تحضر في ماجر باش يجي هو الفيدرالية، يولي رئيس فيدرالية. سما ما ربحش، ما ديتهاش اونترينر، نجيكم ندخل لكم من الباب الكبير، انا ما نعرفش نكتب اسمي، نجي نسير لكم في اتحادية. واللي يعرفوا مليح الاستوار يعرفوا جيدا انه كانوا في الهجمه نتاعهم على روراوا مثلا، كانوا مو منهجه باش زعما ماجر يجيو، كي ما صلحتلوش الاتحاديه وظهرت لهم يجيبوا زطشي، ما لا قال لك استنى نجيبوا، استنى نديروا انترينور. علاش؟ علاش هاد الجماعه؟ على فكره وباش تعرفوا باللي كاين واحد الابتزاز، كاين واحد الابتزاز مزدوج، يعني نديرها لك ولا ندير. في 12 ماي ماجر رايحين يوقفوه في الشرع على القضيه تاع الاسمو تاع وكاله الاشهار اللي هز منها 300 مليار سنتيم. بالنسبه للجريده نتاعو، الجريده تاعو عمرها ما صدرت في وهران، زعما هي تصدر في وهران، عمرها ما صدرت، لكن مداير لها لاغريموم، دايرين لها الدي ار اس، مدايرت لها لاغريموم، مدايرت لها لاغريموم، دايرت لها بلي تخرج، ومدايرت لها بلي تصدر، ومدايرت لها دوريا يهز المبالغ الماليه الكبيره اللي تسمعوا فيها هذه، وهي اكثر من 300 مليار، الله اعلم، ما 316. يعني عندي دوسي على ربح ماجر نقدر نجبدو من بعد ونديرو عليها بالارقام وبلي شيفر، ونقول لكم كيفاش مدلوزوخ قطعة الأرض تاع الصابلات اللي كان راح يبني فيها ريستورون وكذا، ومن بعد قال لهم راح نبني فيها 3000 متر كاري، راح يبني، قال لهم راح نبني فيها مركب رياضي، تسمى 3000 متر كاري راح يبني فيها مركب رياضي. خلينا نبقاو ساكتين. علاش هاد الجماعة ماجر يخرج عليهم؟ علاه لازم يدافعوا ديما على ماجر ويطلعوه؟ علاش يحطموا اي واحد باش يجي ماجر؟ ولانهم على بالو بلي ماجر ما يخدمش مع جمال بالماضي، ما يقدرش يجي، الشعب ما يقدرش يخلي ماجر يجي يخدم مع بالماضي، الشعب ما يقبلهاش. مال الفائده نتاعهم شنو هو؟ انه بالماضي لازم يروح، وبالماضي دخل في العقليه تاع التسنطيح تاع التحدي، يعني هنايا وين رايحين تديوني، يعني هنا قاعد لكم، قاعد لكم العمل نتاعي نعملو. هما باش يجيبوا ماجر، وماجر على فكره هاي اللي تغيض اكثر، هاي اللي تغيض اكثر، البلاد نتاعك هادية اللي فيها 2 ملايين كيلومتر مربع ولاو يحكموا فيها لهنايا، هاد النقطات هادو، هاد الزوج نقطات اللي كاينين هنايا، ها اللي تجي هنايا تلقى وحده هنايا وتلقى وحده هنايا، تسمى عمارة هذا جات الامارات حطته على رأس الاتحادية، لأنهم يعرفوا باش يدخلوا
للعمق نتاع الجزائريين الكرة تلعب دور كبير، خاصة بالنتائج اللي بدا يدير فيها جمال بالماضي بعد كأس إفريقيا اللي اديناها. الآن شكون اللي قاعد يخمم في ماجر؟ ماشي برك الفرع، علاش؟ لأنه الفرع تاع المخابرات الديارة التوفيق، لأنه هو في حد ذاته راهو فاشل خلاص. فأصبحت حتى القرارات السيادية تاع المناصب الكبرى كيما رئيس الاتحادية وكذا يتحط دركا من عند قطر، لأنه قطر هي اللي محوسات قد ماجر. علاش؟ لأنه قطر فهمت باللي الإمارات محوسة تدي العالم نتاع الكرة، ولأنه تاني كاين واحد السر قاعد يتخدم في تحت الطابلة ما بين الإمارات والسعودية، وهذه من الأسرار اللي كي نقول لك تدخل في لاغير فرواد، هذيك تدخل في الحرب الباردة ما بين القوى اللي تحب تتحكم في الناس. هو يقال أنه الإمارات والسعودية بصدد شراء واش سموها سكاي اللي يعرف الكرة والرياضة يعرف بلي سكاي هي اللي حاكمة واش سموه حاكمة الكرة والرياضة باللغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية الإيطالية وكذا. علاش؟ باش كأس العالم والرياضة بصفة عامة اللي حكمتها بيين سبور، يعني حكمتها قطر عن طريق بيين سبور، وقدرت تدخل للشاشات تاع الناس وتبيع البولشيت نتاعها، تبيع للشعوب هذه، لانه نحنا مراد بالبالو، انا نشريو بيين ولا نتفرجوا في بيين، ولا دركا لازم نكون كما كنا نتفرجوا في ارتي بكري ولينا نتفرجوا في بيين. ودركا كاينه حرب كيما هادي، الجمهور الجزائري حنايا ماناش عارفين حتى قيمتنا الجمهور الجزائري في السوق التسويقيه تاع هادي وهادي. الجماهير الجزائريه يتلعب عليها بزاف لانها ضخمه، ولانها الجزائريين قويين في لي ريزو سوسيو. كي نقول لكم قويين ما عندهمش انفلونس، عندهم حضور كبير، وهذه ما مش حابين يخسروها. والامارات على ديك حطت عماره، ودركا قطر جابت الراجل نتاعها اللي هو ماجر عايشي ماجر، الخروج نتاعو في القرعه نتاع كاس العالم في قطر ما جاتش هكاكا برك، حاجه نسميوها سنه نقدمو الشخص على سين باش يشوفوا الناس. في الوقت اللي احنا خسرنا ما تاهلناش، وزعما الجزائريين شافوا ماجر طلع الفوق. لا بسيكولوجي ميدياتيك اللي قاعدين يلعبوا عليها. فاليوم الغدوه شفتوا ماجر حبي يقول شفتوا القيمه تاع ماجر كيفاش حاضر وما بين الناس والناس شتيه. بكل بساطه لانه حمار، وقطر يخرجها واحد حمار حاكم الاتحاديه باش يدير واش يحب، خاصه وانه يعشق الصور. اذا درك العلاقه بين هاد المنافقين اللي هضر عليهم بالماضي وماجر وشن هي، ما هي العلاقة بين ماجر والمنافقين نتاع بن شيخ وتاع الأهداف وتاع كذا وكذا. هنا عم باكوش قال بجمال بالماضي، قال الفولي زاريتي، قال لك هادو الفولي زاريتي. أنا يا وكيل جمهورية اللي خرجت بن شيخ وولده من قضية الدعارة، انا نعطيك بار اكزومبل، نعطيك باللي بن شيخ عنده 3 ديار كاساهم يا جماعه، كاساهم كيفاش سمو هذاك، ماشي مساعديه، كان واحد كاساهم تاع من هادو، تاع ناس كور كانوا عايشين قبل التسعينات، خرجوا كي بدات تقوى الدنيا في الجزائر تفسد شويه ارهاب وكذا، خرجوا مع 94 راحوا، كي راحوا هو دخل كسر لهم الاملاك نتاعهم ودخل عليهم ولاو نتاعو، وضع اليد يسميوها كاساهم. هذاك بن شيخ سيتان كاسور دو ميزون، شتو هذاك اللي يسكن في زنقتك وتقول هذا وي كاسي ديار، بن شيخ كاسا ديار.
المهم العلاقة المباشرة هو أنه ماجر على مدار سنين منذ ذلك الحرب الإعلامية، منذ ذلك البلاطو اللي ديما هو حاضر وسقسيو مصطفى بن شيخ وسقسيو مصطفى سقسيو مصطفى منذ ذلك التاريخ، وماجر هو اللي يسلك، هو اللي يخلص حقوق بث الساتيليت تاع الهداف. إذن أنا واش نعطيك يا وكيل الجمهورية المرتزق، السيد اللي قاعد يخدم بقلبه قال لكم حبسوهم، علاش؟ أو يعرف كلاش عم بكم علاش؟ لأنه الصحفيين منقولش قلة، منقولش قلة، يعني الصحفيين يعني اللي راهم ولاد ناس ولاد عائلة بزاف الصحافة الرياضية، بصح على بالك لو طونو فيد في بلوس دو بروي، البرميل الفارغ يعمل كثر الحس كي تطلقوا في الحدره ويضرب في الحجر بوم 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 هكاك. بن شيخ وكمال المهوي وكذا ويخرج يقول لك النمبر 1، يخرج يقول لك النمبر 1، هو يهز في هضرتي انا ويكوبيها يهضرها في النهار، يا واحد الكوبيور يا واحد التريشر. نجيب لك نهار قاعد تهضر على المثال نتاعي اللي جبته على المولوديه كي قاعد نقول كون جاو يديروا غير 50 مليار ويقدروا يبنيوا اصطاد ويشريوا اصطاد، عاودتها كي الباب باغا كون قاري بدلت فيها، كون قاري بدلت الرقم برك، ما قلتش 50 مليار، كون بدلت الرقم برك. هادو اذا ماجر هو السبب في انهم بقاو يديروا، ولحد الان لحد الان اذا حاب برك يا وكيل الجمهوريه تحبس. شوف بن شيخ واش نقول لك، هاك عنده عليه، عندكم القضايا الدعارات كاصا الاخر، الرشاوي اللي يدي فيها من عند بابا، وكيفاش يهدد هو هو وبوحنيكه يهددوا في رؤساء الفرق، يهددوا في رؤساء الفرق، ما نهضرش عليكم تسلك. بابا كي كان حاكم وهران، عم باليش لك مازال حاكم وهران، بابا اللي كان حاكم وهران كان يمد لشي بوحنيكه وبن شيخ 20 مليون كل شهر، باش ما يهضروش على بابا، باش ما يقولوش هو مرتزق، باش ما يقولوش البريزيدون تاع وهران راهو فاسد. هو اكبر الفاسدين السيد الناس وهران، تعرفوه يعني عنده كباريات، عنده كباريات، يعني مانيش قاعد نقول اللي عنده كباريات ما عندوش الحق يكون رئيس فريق، لكن الكباري اي سامحه به الدوله الجزائريه، ما تجيش تقولوا لي عماد كيفاش قلت الكلمه هذه، سامحه به الدوله الجزائريه، وقاعد هو حسب الدوله الجزائريه وقاعد يخدم في خدمه نورمال مي قانونيه. هضروا مع الدوله ما تهضروش مع عماد، عماد علاش قاعد نقول برك واش اسمه برليسكوني كانوا عنده تاني لي كازينو لي كاباري وكان عنده كذا، بصح برليسكوني صعيبي، برليسكوني برليسكوني ستانون دافير، برليسكوني هو اللي عنده الراي اونو والراي دوي والراي تري، هو اللي عنده لي ميديا، هو اللي عنده الكذا، هو اللي عنده لي سونتر كوميرسيو، هو اللي عنده كذا وكذا وكذا، ماشي برك ماشي برك كباريات وكذا. نتوما كون جيتو من الخماج وستو دخلتو الكره لدرجه انه تلقى نص اللاعبين تاع وهران اللي في الاخر يروحوا يسمو يروحوا يسنيفيو في الكباريات، يجيبوا كل يشموا الكوكايين، ماشي واحد ولا زوج اللي تحكموا بالكوكايين، بلايلي مثال، شريف الوزاني مثال. اذا هاد العلاقه تاع ماجر اللي دركا من قطر، على فكره حاب تتبع، يعني تكونوا حابين تتبعوه، تكونوا حابين تتبعوه، روح روح حوس منين الهداف تسلك الساتيليت النايل سات والعرب سات وهذاك تاع قطر ثاني كيف اسمه الساتر سات ولا قول، روح شوف تبع السوارد منين الهداف تسلك البث التلفزيوني تاعها الساتيليت. على فكره عم بالكم قداش، لا ما عم بالكمش، عم بالكم قداش، عم بالكمش سي الله اعلم، قبل الكورونا كانت 45000 اورو للشهر، يعني كي نحسبوها كي نحسبوها على زوج اي 8 ملاير و 9 ملاير. هل الهداف هذيك دخل 9 ملاير وهما الاستوديو نتاعهم في ابارتمون؟ هل الهداف دخل 9 ملاير؟ ما نقعدوش بعضنا، على بالكم سلطه الضبط كون جات تخدم الهداف هذيك خطره عقب دي ماتش ومدايرت لهم مدايرت لهم فلوتي مدايرت لهم الفلو باش ما تبانش شكون القناه اللي سرقوا منها الاخر. انا ما نديرهاش، انا نحشم في اليوتيوب
يعني حاط القناه اللي حاطه علاش نحطها هكا ما نكبرش باش تسمى القناه تبان باللي تعمولها والله تاع شكون اللي حطها، يعني نحطها من اليوتيوب وتحطها ونعطي له الكريدي نتاعو كما قالها الاخر، باش تعرف برك باللي الامر السيادي وما عندكش فيه حتى درك المعركه. درك المعركه الاتحاديه الجزائريه واللي فاهمها مليح بالماضي، واش قاعد يقول لهم؟ قاعد يقول لهم انا هنا قاعد نخدم عند الشعب الجزائري، اللي حاب يدير بريزيدون ما يجيش يقول لازم بالماضي هو واش يستناو وشي، علاش قاعدين زعما يبوسيو فيه، حاطينو كيما اللي عقبو، كون ما تكون اللي يضغطوا عليهم باش يجيو في الهداف يقولوا انا مع ماجر ايقونه بن شيخ ايقونه وكذا، باش يعطيهم الكريدي باش كيشغل اللي يقول الشعب شوف حتى بالماضي وداعمني. وقال لهم ما ندعم حتى واحد، قال لهم لا كان عندكم مصلحه شخصيه، مصلحه لجيوبكم، مصلحه شخصيه افريوها بين بعضاكم، بصح راكم منافقين. انا عجبني كي خرج لها صحه، كنا نقولوها كانوا الناس يقولنا انت تهضر على ماجر ماركه بالطالونات، او تاني او جوجيل اللي حاكم البرلمان، او تاني مجاهد وقايد فايح او مجاهد وش اسمه بوتفليقة مجاهد سعيد بوتفليقة مجاهد ها وش اسمه والتوفيق مجاهدين. التوفيق كان عنده كيما قال هذاك وش اسمه كان عنده K45 وK45 منه يتيري منه كان يقتل بالاخر. هذيك خليتونا حنا الاخرين بالثوره بالشرعيه الثوريه تاعنا ناكم هذيا. كملوا شويه راكم ما تنساوش باسكو تشاكير انايا زاد نهضر على الملاعب، نهضر على تشاكير وعلاش محوسينو يلعب المقابله الاولى تاع التصفيات الافريقيه في وهران. علاش؟ شوف وفهم مليح الفيلم علاش؟ باسكو كاينه حرب رايحه تقوم على الالعاب المتوسطيه اللي جايه في وهران، اللي راهي ما بقى لها شيء في جوانه، بقى لها شهر. حوسينو يلعب لتما باش زعما الفريق الوطني والجماهير وتبان باللي وهران هي واجده، لكن يا جماعه وهران مش واجده، ما كان حتى مدينه واجده في الجزائر باش تستقبل محفل كيما هكذايا، ما كانش. خاصه وهما قلت لكم هذاك النهار هم قاعدين يخمو كون ما دركا كيف ضحناهم باللي مقادرين يديروا عمليات ارهابيه للشعب، ام من الممكن انهم قاعدين يتقابضوا بين بعضهم باش يديروا عمليات ارهابيه والقور عندنا تما غدوه الاسبانيين كذا وكذا وكذا. عمالكم علاش مش واجده؟ نقول لكم علاش مش واجده، لانهم هما يعتقدوا انه مركب رياضي يكفي، مش مركب رياضي. عمالكم العاب كيما هكذايا اي اكبر بكثير من كاس افريقيا ولا كاس عالم. علاش؟ انه كاس افريقيا وشنو هو كاس افريقيا؟ كون يعود عندك 12 ملعب راك ماشي واجد، 12 مدينه عندها ملاعب، 10 8 8 مدن عندها ملاعب، ملعب 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 راك على الكيف. كل مثلا عندك 8 مجموعات، كل مجموعه في مدينه، والمدينه هذيك بالشرط انه يكونوا فيها على الاقل 3 اوتيلات او 4 اوتيلات. وهذه يعني عندنا نقدر نقول لك كنت هزها، يعني بخلاف الملاعب اللي متخلفه وما رينوفاوهاش وكذا، نقدر نقول لك عندنا تروح كاينه قسنطينه، عندنا باسطيف كما هادو تسمى، هادو في الشرق تروح لوهران، تروح لتلمسان، مستغانم، هادو ثلاثه. تروح للوسط تلقى بلي كاين عندك العاصمة، عندك مثلا بليدة، عندك تروح لتيزي وزو، عندك بجاية، هاك عندك تسمى، عندك المدن اللي تلقى فيها 3 اوتيل مينيموم. علاش؟ باش الفرق نتاعك يكونوا قاعدين في حوايج تاع 5 ايطوال، ومعاها لازمك الصحفيين، لازمك كدا، اذا حاب تجيب الناس غدوة يجيوك الناس الاخر. لكن الالعاب يا جماعة، الالعاب قاعدة كيلا كولوني، تعرفوا الكولوني بكل العاب يا جماعه، يجيوك عم بكم العاب القوه، يقول لك جايب لك فريق العاب القوه قادر يكون فيه 100 عبد خاطي سطاف. انا كنت ندرس ندي ولادي واحد 60 واحد باش يديروا انجورني تاع العاب القوه، الماراثون قادر يكون عندك 5000. فهمتني ولا فهمتنيش؟ تما واش لازمك الانفراستركتور نتاعك تكون مليحه في الالعاب هذوك، وتروح تلعبها في اسبانيا ولا واش يديروا لك؟ بكل بساطه
في الصيف هذيك ولا في الفتره هذيك يفرغوا لك واش نسميوه حنا في الجزائر لي ريزيدونس، لي ريزيدونس تاع الطلبه تاع الجامعه، لي ريزيدونس مع المطاعم نتاعهم مع كذا مع كذا. فهذوك يبرمجوهم انهم يسكنوا لتما، يديروها لهم لتما، ياكلوا لتما كذا، تكون واجده لهم. شكون اللي يشوف في عينيه ويقول لي ونقدروا نعيشوا بنو ادم في لي ريزيدونس تاع الجزائر؟ شكون؟ شكون اللي يستجري يقولها لي؟ شكون اللي يستجري يقولها لي؟ شكون اللي يستجري يقول لي في وهران عندنا ريزيدونس نظيفه، طواليت نتاعها نظيفه وفيها الدواش وفيها كذا؟ شكون اللي يستجري يقول؟ شكون اللي يقول لي بلي المطعم نظيف وكذا وكذا؟ شكون اللي يستجري؟ هاي الفحل اللي يخرج يقولها لي درك؟ ما كانش، ما كانش، وما يعرفوش، ما يعرفوش يا خاوتي. اللي خطط، شتاني كاع ندير لكم في مشروع القرن، اللي خطط ما يعرفش، اللي عم بالكم اللي كيعود اللي يخطط ما يعرفش. اللي خطط كيعود واقف، كيعود ارشيتاكت مليح ويوقف على الشونطي نتاعو، الخدام هذاك كون يعرف يهز الحاجه هذه يحطها من برك يقول له ديرها، يوقف عليه حتى يديرها. سما اللي يدير اللي ينجز قادر تجيبه، اللي خطط ما كانش. والتخطيط في الحوايج هادو يمشي بالتيماطوم يا جماعه، يمشي بالتيماطوم محدد، يعني في وقت اللي شال لازم يكون على الفرض. ما كانش، ما كانش، ما لا توجد. اذا قاعد نقول لكم جمل بالماضي خرجها لكم صحه صحه، كاين كومبلو قاعدين دار، ولينا حنايا محكومين من زوج نقاط. مع احترامي للشعب القطري والشعب الاماراتي، قاعد نقول برك عندي الحق اني نقول بلادي فيها زوج ملايين كيلومتر، انا يا فرنسا والامريكان وما نقبلش تدخل روحها فيا. جيني انا يا هنايا، ها عم بالكم باللي سكان الحراش، الحراش، الحراش خي كي نهضروا عليه، حنا اللي ما نسكنوش في العاصمه يبان لنا كيشغل له حي الحراش، مدينه الحراش السكان تاعها اكثر من اللي في قطر. كيفاش تمسخروا بينا؟ هاد الموصل وصلنا، ولات الجزائر ما تقدرش تنتخب رئيس اتحاديه كومبيتون، يا واحد الاوباش. اذا خاوتي الوقوف مع بالماضي واجب واجب واجب، لانه السوسه عم بالكم هما باش حطوا بن شيخ وشسمو بوحنيكه معبد امون، الناس سموه معبد امون ومعبد امون صح، لا علاقه بالكوراج. مع الشيء اللي يهضروه كي كنت في الرياضه انايا وعلى بالهم من الناس، كنت مخاسلهم مبهدلهم. حاجه اللي يهضرها بن شيخ هذيك زعما برونوستيك ما تخرج، تخرج العكس نتاعها. لا قال لك هذه ليكيب ربحت راح تخسر، ما فيهاش كان، ولا قال لك هذيك تربح تخسر، ولا كان قال لك تخسر تربح. دي بروين قال لهم ما هو جوا، زيدان، زيدان قال لهم مش اونترينا. تجي انت تهضر على البالو. اذا الخطر نتاعهم قاعده كي التفاحه المدوده وتحطها في كاجو نظيف، او علاش علاش مركز عليهم هو؟ بينما قانونيا، قانونيا قادر غدوه بكل يدخلوا للحبس، والله بكل يدخلوا للحبس. بوحنيكه هذاك، بوحنيكه انا عندي ناس نعرفها في الوسط الرياضي الجزائري، عندهم عندهم يعني بعثوا لي دي كابتير ديكرون، كابتير ديكرون يهدد فيه يقول له كون ما تبعتليش. واحد فيهم قال له كون ما تبعتليش رايح فاكونس، هذا مسؤول في فريق رياضي، كون ما تبعتليش الصور عرف اليوم اللي يدير فيه هو وبن شيخ، قال له يقول له انا وبن شيخ مبهدلوك هكذا هكذا. كابتير ديكرون ما يحشموش بالميساج. كمال مهوي، كمال مهوي عندي كابتير ديكرون انا اللي نشرتها الاول، كابتير ديكرون يهدد فيه، يهدد فيه حارس باللي هو هو اللي نقلو يسالو 100 مليون وكون ما تعطيها ليش نبهدلك وندير لك كذا. قال لي هو اللي داه اللمسيه ولا هو اللي بدلو، عندي الكابتير ديكرون ونشرته في وقتها باش تجي، باش تجي تعرف، تعرف واش كاين. ومن بعديتك، ومن بعديتك كي يصرى حاجه، كي يصرى حاجه بالماضي تلقى، تلقى السفهاء وكذا قاعدين يتبعوا فيهم يقول لك شت عنده الحق هذاك بنش. ما لا نقول لكم كون تبقى هكا ما مرحبا، مبروك عليكم ربح ماجر بريزيدون تاع لافاف. سلام.